السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ زي ما احنا عارفين ان احنا قسمنا محاضرة الفيتامينات لجزئين. الجزء الاول كان فات سوليبل فيتامينز، اللي هو الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، والجزء الثاني دوت اللي احنا هنشرحه النهاردة ان شاء الله. احنا نشرنا الجزء الاول يعني، وهتلاقيه في نفس قائمة التشغيل اللي فيها الفيديو دوت. والجزء الثاني هنا اللي هنشرحه النهاردة في الفيديو ده هو الووتر سوليبل فيتامينز، او الفيتامينات اللي بتدوب في المية. تمام، عندنا كام فيتامين كده بيدوبوا في الميه. طبعا هو احنا عندنا في كليه تمريض جامعه القاهره المفروض ان في شويه فيتامينات منهم ملغيه، فانا لما اقول ان في فيتامين ملغي، في الفيتامين دوت ملغي على كليه تمريض جامعه القاهره بس، لا مش خاص بمعهد التمريض او باي كليه تانية او اي معهد تاني. تمام، فالووتر سوليبل فيتامينز نبدا فيها على طول. اول فيتامينات اللي بتدوب في الميه، الفيتامينات اللي بتدوب في الميه عندي زي اول حاجه فيتامين سي طبعا، بس هو فيتامين سي ملغي اهوت. تمام، الدكتوره لغيته يعني. هنخش على طول في فيتامين بي. ماشي، ولكن فيتامين بي، معلش، فيتامين بي هنبدا من هنا. ماشي، فيتامين بي كومبلكس او مركبات او انواع يعني، او انواع فيتامين بي. ماشي، عندك اول حاجه بيقول لك all members of vitamin B complex have common source which are، بيقول لك يعني ايه هي المصادر اللي بيجي منها فيتامين بي. ماشي، فبيقول لك ان احنا هنتكلم عن اكتر من نوع من فيتامين بي، زي فيتامين بي 1 وفيتامين بي 3 وفيتامين بي 6 وفيتامين بي 9 وفيتامين بي 12، دي كلها انواع من فيتامين بي، ولكن احنا هنتكلم عن المصادر كليهم كلهم. ماشي، فهنا هنتكلم على المصادر عامة لكل الأنواع مش لنوع معين بس. فبيقول لك هنا إن كل أعضاء فيتامين بي أو معقدات فيتامين بي بيكون ليها مصادر معينة. زي إيه مثلا؟ عندك 1 2 3 تلات مصادر. أول مصدر هو الانتستينال بكتيريا، أو البكتيريا اللي بتكون موجودة في المعدة. إحنا عارفين إن إحنا عندنا في المعدة في بكتيريا، في نوعين من البكتيريا، أو في نوعين من البكتيريا عامة في جسمنا كله، إما إنها تكون بكتيريا ضارة اللي هي بتكون بتسبب انفكشن عدوى يعني، او انها بتكون بكتيريا نافعه وديت بتصنع لي انواع من الفيتامينات زي فيتامين بي دوت. ماشي، وبرضو الفيتامين البكتيريا النافعه دي مش بس ان هي بتصنع لي فيتامينات، لا هي كمان بتنفعني كمان في ان هي بتتغذى على الحاجات اللي المفروض البكتيريا الضاره تتغذى عليها. فالبكتيريا الضاره لما بتخش الجسم ما بتلاقيش حاجه تتغذى عليها فبتموت ما بتكملش. تمام، فانا بقول لك انتستينال بكتيريا او البكتيريا الموجوده في المعده produce most of the members of B complex with enough amounts. بقولك يعني ان البكتيريا النافعة اللي موجودة عندي في المعدة، او البكتيريا الفلورا ديت يعني، بقولك ان هي بتنتج لك معظم فيتامين بي اللي موجود في الجسم. ماشي، وكمان بكميات كافية. بعد كده المصدر التاني عندي هو الانيمال سورسز، او المصدر الحيواني. ماشي، ايه هي الاعضاء الحيوانيه اللي انا اللي الانسان بياكلها علشان توفر له فيتامين بي دوت؟ فهتلاقي بيقول لك بروديوس موست اوف ذا ميمبرز اوف بي كومبلكس. معلش، انا قريت دي. المصدر الحيواني عندي هو الهارت، لما الهارت الحيواني يعني القلب الحيواني، او الليفر الكبده من الاخر. ماشي، والكدني الكبد، معلش الكبده، وبعد كده اسمها ايه، الكدني، الكليه، معلش. بعد كده الميت، اللحمه والفيش اللي هو السمك والايج، البيض والميلك اللي هو اللبن. بعد كده بلانت سورس، او المصدر النباتي. المصدر النباتي طبعا زي ايه؟ زي الفرويتس، الفاكهه، والجرين ليفي فيجيتابلز اللي هو الخضروات الخضراء اللي فيها اوراق. ماشي، والكريلز الحبوب، والويت القمح، بس هنا بيقول لك الويت جيرم اللي هو جرثومه القمح او سنبله القمح كاملة، والناتس اللي هو المكسرات، واليست الخميرة، اند هول كريل فلاور، وكل الدقيق اللي بيكون معمول من الحبوب. تمام، اتمنى يكون الكلام مفهوم وما فيهوش اي لخبطة. ولو في اي مشكلة انا هسيب لكم طبعا رابط الجروب في الوصف، جروب الشرح، وهتلاقي رقمي في الجروب وكل الحاجات دي، وهسيب لك برضو رابط الرقم بتاعي على الواتساب في الديسكريبشن. بعد كده فيتامين بي 1. ايه هو فيتامين بي 1 بقى؟ فيتامين بي 1 دوت من مشتقات الفيتامين بي يعني، وبيسميه الصيمين او الصيامين قصدي، او انتي بيريبيري. يعني انتي بيريبيري في مرض كده بيصيب الجسم يعني، بيكون بسبب نقص فيتامين بي 1، وده اسمه بيريبيري. ماليش يوم ماليش دعوه بالاسم، مش اللي مسميه يعني. بعد كده فيسيولوجيكال فانكشن، ايه هي الوظيفه الفسيولوجيه لفيتامين بي 1؟ ماشي، فهنا بيقول لك سيامين بايروفوسفيت از اكتيف فورم. بيقول لك يعني ان فيتامين بي 1 دوت
ليه شكل نشط وشكل غير نشط. الشكل النشط بتاعه اسمه سايمين بايروفوسفات، تمام، دوت اسم الشكل النشط بتاعه، تمام، او تي بي بي. بعد كده بيقول لك it is a coenzyme for oxidative decarboxylation معلش decarboxylation reactions in carbohydrate metabolism. بيقول لك يعني ان هو بيستخدم ككو انزيم، ماشي. بيعمل ايه الكو انزيم دوت؟ بيقول لك ان هو بيستخدم في تفاعلات ازاله الكربوكسيل في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. طبعا الكربوهيدرات احنا عارفين عشان نهضمها بنكسرها، فاحنا بنشيل منها المجموعات الكربوكسيل، ماشي. فمجموعات الكربوكسيل دي بشيلها عن طريق ايه؟ بشيلها عن طريق فيتامين بي 1، ماشي. بعد كده بايروفيت هيدروجينز، او هو البايروفيت دوت هو بعد ما بشيل مجموعه الكربوكسيل من الكربوهيدرات او من السكر المعين اللي موجود في الجسم، يعني بيتحول لايه؟ بيتحول لبايروفيت. بعد كده ديفسنسي مانيفستيشنز، ايه هي الاعراض اللي هتظهر على انسان ناقص عنده او عنده نقص يعني في فيتامين بي 1؟ بيقول لك هنا سايمين ديفسنسي بروديوس بيري بيري، او نقص فيتامين بي 1 بيسبب لك مرض اسمه البيري بيري، ماشي. which is characterized by، ايه هي بقى سمات المرض دوت او الشخص اللي بيكون عنده المرض دوت بيظهر عليه اعراض ايه؟ فيقول لك هنا واحد gastrointestinal manifestations، اللي هو الاعراض اللي بتظهر على المعده او الاعراض اللي بتظهر على الجي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي. فبيقول لك بيسبب لك انوركسيا اللي هي فقدان شهيه، الشخص ده بيكون عنده فقدان الشهيه، ونوزيا اللي هي غثيان، وفومتنج ترجيع يعني، ماشي. بعد كده الاعراض اللي بتظهر بقى على النيورولوجيكال مانيفيستيشنز، الاعراض اللي بتظهر على الاعصاب، ماشي. فهنا بيقول لك ان هي بيسبب لك بريفرال نيورايتس اللي هو ايه؟ التهاب في الاعصاب، ماشي. ده اول حاجه التهاب في الاعصاب. وايه تاني؟ وكونفيوجن اللي هو ارتباك. وايه تاني؟ ومسل ويك مسل مسل ماشي مسل ويكنس اللي هي الضعف في العضلات، ماشي، او ارهاق، او يعني العضلات ما بتكونش قويه قوي، ماشي. بعد كده الكارديو فاسكولار مانيفيستيشنز، او الاعراض اللي بتظهر على الجهاز الدوري او جهاز القلب يعني، ماشي. فبيقول لك هنا كاردياك انلارجمنت بيسبب تضخم للقلب، ماشي، واديما، ماشي، بيسبب اديما. ويت بيري بيري، ويت بيري بيري ديت اللي هي نوع من انواع الاديما برضو اللي هي بتكون ويت، ماشي. and maybe heart failure، وكمان ممكن يسبب فشل في القلب لا قدر الله. بعد كده since vitamin B1 is used in carbohydrate metabolism، بيقول لك ان هو بالرغم من ان فيتامين بي 1 بيستخدم في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، ما احنا لسه قايلين كده، لسه قايلين ان هو بيستخدم في ان هو يحول الكربوهيدرات لبيروفيت، ماشي. people who suffer starvation may have vitamin B1 deficiency، بيقول لك انه علشان هو بيدخل في تركيب الكربوهيدرات، فالناس اللي هتكون ما بتاكلش كربوهيدرات كتير او عندها مجاعات او بيسفر starvation اللي هو بيعانوا من المجاعات، هيكون عندها طبعا نقص في ايه؟ في فيتامين بي 1، ماشي. this feeding them with carbohydrate without supplementing them with vitamin B1 may cause bravery to appear. بقول لك يعني ان عشان كده لو عملنا لهم كربوهيدرات اي في او اي في جلوكوز، اي في جلوكوز ده اللي هو الجلوكوز اللي بيدخل عن طريق الوريد على طول، لو اعطينا الشخص عنده نقص في فيتامين بي 1 دوت نقص، لو اعطينا لشخص عنده نقص في فيتامين بي 1 سكر او جلوكوز عن طريق الوريد، هيسبب له ايه؟ هيسبب له بيري بيري، ماشي، اللي هو مرض البيري بيري دوت، اعراض بيري بيري، لان هو كده ما عندوش فيتامين بي 1 علشان يمتص الكربوهيدرات ديت او الجلوكوز دوت. بس كده، ده كده كان فيتامين بي 1. بعد كده بيقول لك فيتامين بي 2 ودوت برضو ملغي عندنا اهوت، ماشي. وفيتامين بي 3، لو في حد يعني بيتفرج علينا مش من كليه تمريض جامعه القاهره، وانا عارف يعني ان في ناس من بره يعني من معهد تمريض جامعه القاهره برضو، وناس من في حد كان مكلمني تقريبا مش فاكر منين بالظبط، بس يعني من دار السلام تقريبا، المهم ما اعرفش صح منين يعني، من مكان ما. لو مش ملغي عنده الحاجات ديت، معلش انا مش عارف هي دار السلام دي فين اصلا، فالمهم تقريبا دي اصلا في الجيزه، فانا غلطت مش فاكر هو مين بالظبط. المهم فلو عندك انت الفيتامينات ديت
فاسمعها لحد تاني يعني، اكتب اسم الفيتامين نفسه وهيظهر لك حد يعني بيشرحه كويس. بعد كده نخش بفيتامين بي 6 او الفيتامين بي 6 يعني، دوت بنسميه ايه، بايرودكسين بايري بيريد بيريدوكساين ماشي. ايه هو الفيتامين بي 6 بقى؟ بيقول لك فيسيوكال فيزيولوجيكال ايه اللي انا بقوله، ايه اللي بيحصل ده، فيسيولوجيكال فانكشن، ايه هي الوظيفه الفسيولوجيه لفيتامين بي 12 بي 6. فهنا بيقول لك بايرودوكسيال فوسفات از اكتيف فورم اوف فيتامين بي 6. بيقول لك يعني ان الشكل النشط لفيتامين بي 6 هو البايرودوكسال فوسفات تمام. بعد كده بيقول لك ان البي ال بي اللي هو فيتامين بي 6 يعني اللي هو دوت ماشي، بيقول لك اكت از كو انزيم فور امينو اسيد ابزوربشن اند ترانسبورت. يعني ايه؟ يعني هو بيستخدم او فيتامين بي 6 دوت بيستخدم كايه، بيستخدم ككو انزيم ماشي، علشان يعمل ايه، علشان يمتص الاحماض الامينيه وينقلها تمام. بعد كده بقول لك ان هو برضو اكت كو انزيم فور ميني انزيم انزيمز ان امينو اسيد ميتابوليزم. بيقول لك كمان ان هو بيشتغل في التمثيل الغذائي للاحماض الامينيه برضو، يعني هو بيعمل لها امتصاص وبينقلها، وكمان بيشتغل في عمليات الايه الميتابوليزم او التمثيل الغذائي ليها. بعد كده بيقول لك اكت از كو انزيم ان هيم سينسز. بيقول لك كمان ان هو بيصنع الهيم. ايه هو الهيم دوت؟ احنا طبعا عارفين ان حاملات الاكسجين في كرات الدم الحمراء او اللي بيكون فيها حديد دي اللي هي بتكون الايه الهيموجلوبين ماشي. فالهيموجلوبين دوت بيتكون من ايه؟ بيتكون من هيم وجلوبين. جلوبين دوت اللي هو بيكون من نوع من انواع البروتينات البلازميه يعني. فالمهم ان الهيم دوت هو الجزء المقطع الاول من كلمه هيموجلوبين، هيموجلوبين تمام. فهو اللي بيصنع الهيم دوت. بعد كده ديفيسينسي مانيفيستاشنز او ايه هي الاعراض اللي بتظهر عند شخص عنده نقص في فيتامين بي 6. هنا بيقول لك واحد ميكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، يعني بيسبب له ميكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، ودي بتكون من اسمها كده ميكروسيتيك، يعني كريات الدم الحمراء بتكون ايه حجمها قليل خالص. فهنا بيقول لك دي تو امبيرد هيم سينسز، بيكون بسبب ايه بقى؟ ان هو بيأثر على كريات الدم الحمراء بسبب ان هو ما بيصنعش نقص في تصنيع الهيم تمام. احنا قلنا ان هو بيصنع الهيم. بعد كده اتنين بريفرال نيوترايتس نيوريتس ماشي، نيوريتس اللي هو ايه، هيسبب التهاب في العصب المحيطي. ايه هو التهاب العصب المحيطي دوت؟ التهاب في الاعصاب يعني. بعد كده اند كونفليجن اللي هو ايه، تشنجات، يعني سبب التهاب في الاعصاب وتشنجات. بعد كده بقول لك هنا فيتامين بي 6 واز فاوند تو بي افكتيف ان تريتمنت اوف نوزيا. بقول لك يعني ان فيتامين بي 6 دوت لقوا ان هو بيعالج النوزيا اللي هي الغثيان تمام، انوركسيا، وكمان فقدان الشهيه اند فومتنج، وكمان الترجيع دارنج بريجنانسي اثناء الايه، اثناء الحمل. بعد كده فيتامين بي 12، فيتامين بي 12 دوت بنسميه ايه، بنسميه كوبالامينز ماشي. كوبالامينز يعني هو بيحتوي على معدن الايه، او يعني في بيشتغل على معدن، هو يا اما في معدن كوبالت او بيشتغل على معدن الكوبالت، مش عارف الصراحه. بعد كده بقول لك انتي بينكاوز امينيا انيميا فاكتور اللي هو ايه، عامل مضاد لفقر الدم تمام. بعد كده بقول لك هنا الفيسيولوجيكال فانكشن او الوظيفه الفسيولوجيه لفيتامين بي 12. ايه هي الوظيفه الفسيولوجيه لفيتامين بي 12؟ فبيقول لك هنا واحد ايز ان بيلدينج اوف جيناتيك ماتيريال، يعني هو بيستخدم في تصنيع العوامل الايه، عوامل الوراثيه ماشي، زي الايه، زي النيوكلياس نيوكلياس اسيدز او الاحماض النوويه تمام. يعني بيشتغل في ايه، في بناء المواد الوراثيه يعني اللي بتستخدم في بناء الدي ان ايه والار ان ايه ماشي. بعد كده بقول لك ايدز ان او ايدز يعني ان ديفلوبمنت اوف نورمال ريد بلاد سيلز، يعني بيستخدم كمان علشان يطور او نمو او هي يخلي نضج يعني كرات الدم الحمراء ماشي. بعد كده مينتيننس اوف نيرفس سيستم، وكمان هو بيحافظ على الجهاز العصبي. بعد كده ديفيسينسي مانيفيستاشنز، ايه هي اعراض نقص فيتامين بي 12 بقى؟ فهنا بيقول لك ان اول حاجه من الاعراض نقص فيتامين بي 12 بيقول لك ايه، ديفيسينسي ليد تو
برين كاوز انيميا، بيسبب ايه؟ بيسبب فقر دم خبيث، تمام؟ يعني هو بيسبب انيميا. بعد كده which is characterized by، اللي هي بتكون الشخص اللي بيكون عنده الانيميا ديت بيكون ايه هي العلامات اللي بتظهر عليه. فبيقول لك هنا بيقول لك ان هي عباره عن ايه، انيميا عادي طبعا يعني، وليوكوبينيا اللي هو قله او فقر في كريات الدم البيضاء، و ثرومبوسايتوبينيا اللي هي ايه، نقص في في الصفائح الدمويه. بعد كده ايه دي، ديجنريتيشن اللي هي عباره عن ايه، عباره عن ديجنريتيشن اوف بريفرال نيرفز ويتش مي كاوز نامبنس تينجلينج ان فينجرز اند توز. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان هو بيسبب انحطاط او نقص في الخلايا العصبيه يعني، او في البريفرال نيرفز او الاعصاب الملحقه يعني، البريفرال نيرفز ديت اللي هي ايه، الاعصاب الملحقه، تمام. وكمان نقص في ايه، نقص في الصفائح، وايه تاني، وغز في الاصابع، ماشي، وغز في اصابع القدمين ماشي، او تنميل تقريبا. بعد كده فوليك اسيد، او اخر فيتامين عندنا اللي هو بي 9. بي 9 دوت اللي هو الفوليك اسيد، تمام. فهنا بقول لك ايه الفسيولوجيكال فانكشن بتاعته، او الوظيفه الفسيولوجيه بتاعت فيتامين بي 9. فبقول لك هنا تترايدوفليت از اكتيف فورم اوف فوليك اسيد. بقول لك ان انه الثلاثي الدورفليت دوت هو الشكل النشط لايه، الشكل النشط لفيتامين بي 9 او الفوليك اسيد، ماشي. ات انترز ان ميني رياكشنز ان ذا بودي، ويتش بيقول لك ان هو بيدخل كمان في كثير من العمليات يعني، او التفاعلات داخل جسم الانسان، زي ايه، زي واحد بروموت ريد بلاد سيلز فورميشن، يعني بيساعد على او بيعزز تصنيع كرات الدم الحمراء. اتنين بريفنت بيرث ديفكتس اوف سبين اند برين، بيقول لك كمان ان هو بيمنع العيوب الخلقيه و العيوب الخلقيه اللي بتكون موجوده في السبين اللي هو الحبل الشوكي، او البرين اللي هو المخ يعني. بعد كده ديفسنسي مانيفيستيشنز، ايه هي اعراض نقصه لما ينقص فيتامين بي 9 او الفوليك اسيد، هيحصل ايه؟ فبيقول لك هنا فوليك اسيد ديفسنسي ليدز تو ميجالوبلاستيك انيميا، يعني هيسبب نوع انيميا من اللي هي اسمها ميجالوبلاستيك انيميا. بس كده كده خلصت الفيتامينات خالص، ماشي. بعد كده بيخش هنا بيقول لك ال بايوتين دوت. البايوتين دوت انا مش فاكر الصراحه واحنا خدناه ولا لا، فانا مش هشرحه لان مش فاكر الدكتوره، مش فاكر ان الدكتوره شرحته يعني، انا حضرت المحاضره النهارده ومش فاكر، ما سمعتش خالص الدكتوره بتشرحه. لو حد فاكر ان الدكتوره شرحته يا ريت يكلمني وانا هشرحه له على طول، تمام. انا مثلا ما تالي ما ذاكرتوش او قريته كده وخلاص، فهذاكره لاي حد يعني يقول لي، هو يا ريت حد يعني لو حد هو فاهمه يبلغني هو الدكتور شرحته ولا لا، تمام. يلا سلام عليكم، ما تنسوش بقى تدوسوا لايك واشتراك والكلام كله اللي انتوا عارفينه ده.